في 16 من ديسمبر 2023. يقولون عنها أنها نيران صديقة، لكنهم كاذبون. وتلك النيران الصديقة المزعومة تشعل الأوضاع في أراضينا المحتلة، وأهالي الأسرى يذهبون إلى إضراب مفتوح عن الطعام بعد تزايد أعداد قتل الأسرى بالنيران الصديقة. الرؤية تزداد وضوحا لدى المستوطنين وجنرالات جيش الاحتلال. إسرائيل لن تعود مرة أخرى كما كان. الحوثيون يستهدفون سفينتين جديدتين، وشركة ميرسك واحدة من أكبر ناقلات الحاويات في العالم تعلق أعمالها في البحر الأحمر إلى حين إشعار آخر. أهلا بكم في مع معتز. بيدلعوها في إسرائيل ويسموها نيران صديقة، لكن الحقيقة يا صديقي أنها نيران الخيانة للمستوطنين والأهالي في أراضينا المحتلة. نيران الخيانة اللي بكلمك عنها منذ اللحظة الأولى. لكن دانيال هجري المتحدث باسم جيش الاحتلال يزف الخبر الأليم للشعب الموعود. كش لأتكنت الصيبور بفسورة كشا وكوهبت على أروع شيترخش مقدام يوتر اليوم. هو خبر أليم بكل تأكيد، لكنها ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. أنا حقيقة مش عارف رقم كام اللي جيش الاحتلال يقتل مواطنيه بالخطأ. قال لك يا أخويا قاعدين لقينا ثلاثة داخلين علينا، ما نعرفش هم مننا ولا من الناس التانيين، خفنا ان يطلعوا من الناس التانيين رغم ان هم بيأكدونا ان هم مننا، ضربناهم الثلاثة بالنار وأرضيناهم قتلى. أصلحنا الشك ملأ قلبنا. במהלך הקרבות בסג'איה, כוח צה"ל זיהה בשוגג שלושה ישראלים חטופים כאיום. כתוצאה מכך, הכוח ירה לעברם והם נהרגו. לאחר הירי, במהלך סריקה ובדיקה, עלה חשד מיידי לגבי זהות ההרוגים, וגופותיהם הועברו במהירות לבדיקה בארץ, ושם זוהו החטופים. قصة مخرمة على كل المستويات، تحاول تجيبها كده تبص كده، تحاول تجيبها كده تبص كده. ايه يا راجل؟ ايه يا راجل؟ الناس ما معهمش سلاح وجايين رافعين ايديهم وبيقولوا لك احنا معاكم وهربانين من المجرمين بتوع المقاومة، قوم تقتلهم نيران صديقة. خليني اذكر حضرتك انه منذ اللحظات الاولى لطوفان الاقصى ونحن تحدثنا مع حضراتكم على استهداف جيش الاحتلال للمستوطنين وللأسرى، لأن الشعار اللي اعتمده نتنياهو وجيشه إنه اقتل الخاطف والمخطوف عشان ما يزيدش عدد الأسرى. هذا الشعار بيرن في ودان المستوطنين منذ تلك اللحظة. حرب دي لو توقفت سيحدث تحقيقات رهيبة هتكشف عن كوارث مش إخفاق، كوارث الجرائم، الحبال اللي اتلفت حوالين رقبة نتنياهو، ان ادى امر مباشر بضرب النار على مش فارق بقى على المقاومة، قالوا له هيموت اسرى، قال اللي يموت يموت. وده واحد من اسباب ارتفاع اعداد القتلى لهذا المستوى. جزء كبير من الوفيات اللي بيتم الاعلان عنها والقتلى من جيش الاحتلال والمستوطنين كانت برصاص جيش الاحتلال نفسه، بناء ان نتنياهو خد القرار في ظل الانقسام الواضح ان نضرب النار يموت الاسرى، يموت اسرائيليين زي ما يموتوا بس ما يتاخدوش اسرى. قال لك طلعوا ثلاثة من الاسرى بقى احنا اسفين والجيش يتحمل كل المسؤولية. لا 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 مش محتاجة اسف. يوتام خايم زيخونو لبرخة اشير نختف مكفر عزة على دي ارجون الترور خماس بشيفة باكتوبر. سامر طلالكا زيخونو لبرخة אשר נחטף מנרעם על ידי ארגון הטרור חמאס בשבעה באוקטובר. וחטוף נוסף שלבקשת משפחתו לא נציין את שמו. הודעה נמסרה למשפחותיהם על ידי נציגי צה"ל ומשטרת ישראל. זהו אירוע עצוב וכואב לכולנו, וצה"ל נושא באחריות לכל מה ש... مش المرة الأولى طبعا وبرأيتهم في هذا الموضوع، برأيتهم إن المقاومة جننتهم. من كتر الافخاخ اللي عملتها لهم ما بقوش عارفين الصدق من الكذب، الفخ من الحقيقة. بنطارد عدو ولا حبيب؟ ده برائتهم. لكن الحقيقة انها اداء ممنهج واضح وبأوامر قاطعة
اقتل الخاطف والمخطوف، مش عايزين نزيد عدد الأسرى على الإطلاق. ده الشعار اللي رفعه نتنياهو منذ اليوم الأول. لسه داعي لحضراتكم بالأمس تسريب لرئيس الموساد السابق تامير باردو اللي فضل رئيس الموساد لحد سنة 2016، وأعلم فيه في الزوم اللي كان عامله مع ثلاثة عدية كده وحصلنا على نسخة منه، وأعلن فيه إن اللي بيحصل مع الأسرى ده خيانة للشعب وخداع للشعب منذ اللحظة الأولى، وإنهم ما كانوش على أجندة جيش الاحتلال على الإطلاق، وإنه بعد أسابيع اتحطوا في البند الخامس. أرجوك ارجع لكلام تامير برضو بالأمس واللي يؤكد الخيانة مش الخطأ. النيران الصديقة اللي قتل الثلاثة بالخطأ زادت الأمور غليان في الشارع الإسرائيلي وولعت أهالي الأسرى أكتر ما هم شيطين في الأساس. راحوا حصروا الكابينيت مجلس الوزراء حصار مشدد، وهتافات كانت قوية جدا تطالب بشيء واحد: الصفقة الآن، الآن وليس غدا. ده طلع، نسيت اقول للحضراتكم اسكتوا، مش طلع ان ثلاث جنازات نتيجه القتل الخطا وفي ثلاثه اتخطفوا كمان النهارده؟ زي ما بقول لحضرتك كده، اهالي الاسرى فضحوا الحكايه قدام الكابينيت وقعدوا يقولوا لهم انتوا فاكرين انك هتحلوا الموضوع بالقوه والحكايه ما بتمشيش كده، لازم تتمموا الصفقه، انتوا ما يهمكوش ولادنا، لكن احنا مش هنتخدع مره اخرى ولا نغادر هذا المكان. היינו בלוויות של שלושה חטופים שרק היום התבשרנו על המוות של עוד שלושה מהם. יש לכם כל כך הרבה כוח הקבינט, אבל אתם מבינים רק את הכוח הצבאי, אתם רוצים רק את התמונות הצבאיות, זה לא יעבוד לכם. לא נסכים לשתוק בזמן שעוד ועוד חטופים מתים בעזה. עסקה! قال لك تجيبوها يمين، تجيبوها شمال، تجيبها كده، هي كده حماس عملت فيكم كل الأفخاخ وأسقطت حقيقة عدد كبير من الأسرى نتيجة غشوميتكم وقصفكم الهائل زي ما كان بيقول رئيس الموساد السابق بالأمس. حلوها واتموا الصفقة فورا. אתם תנסו לטעון שמדובר בעניין של ימין ושמאל, לא מדובר כאן לא בימין ולא בשמאל, מדובר בכם ובאחריות שלכם על החיים של האזרחים שנמצאים עכשיו חטופים בעזה. אתם חייבים לעשות הכל, זה מגיע לנו, אנחנו דורשים את זה מכם, זה אחריות שלכם. תנו מקווה, תנו עסקה עכשיו. الحكاية والغليان لم يتوقف فقط عند حصار الكابينيت، لا، ده أهالي الأسرى أعلنوا إضراب مفتوح عن الطعام مستمر إلى أن يتم عودة عيالهم من غزة. إضراب مفتوح عن الطعام أعلنوا أهالي الأسرى إلى أن يشاء الله. משפחות החטופים מבינות שהן חייבות להגביר, באמת להחריף את המאבק שלהן, ולכן ממש בשעה הזו הן דנות מה הן עושות בעניין, ולכן אחת ההצעות שעומדות על הפרק היא שביתת רעב לא מוגבלת בזמן, שתחל מחר אחרי העצרת הגדולה במוצאי שבת. זה כרגע מה שעומד על הפרק, והן דורשות להיפגש עם קבינט המלחמה כמה שיותר מהר. במידה ולא, ככל הנראה מחר אחרי העצרת תיפתח שביתת הרעב. טוב, סיבק מן الأسرة والقتل الخطأ والمظاهرات والإضراب عن الطعام. فاكر حضرتك كم مرة قلت لك منذ 7 أكتوبر أن إسرائيل لن تعود مرة أخرى؟ قلتها كتابة وقلتها فيديو وقلتها بكل الأشكال. إسرائيل لن تعود مرة أخرى كما كانت من قبل. دي مش أمنيات ولا توقعات ولا كلام مليء بالشجن والأحاسيس الوطنية والعروبية والدينية، لا أبدا، دي حقيقة واقعة. إسرائيل دولة غير آمنة على الإطلاق الآن. اللي حصل في إسرائيل المرة دي أكبر بكتير من اللي حصل في 73. قلت لحضراتكم كده، لم تحدث تلك الكسرة. الإسرائيلي أو المستوطن أو المحتل كان ليه تمن، كان بيتحسب. لما حبينا نعمل صفقة جلعاد شليط كان الواحد بيتحسب بألف وألف وخمسمية وألفين من الأسرى.
المرة دي اللي مات من إسرائيل أكتر من 1000 أهودان حلوتس، ده قائد ورئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال، رئيس الأركان دان حلوتس، قال لهم إسرائيل لن تعود كما كانت مرة أخرى، وكل يوم بيعدي بيضعف كتير جدا من احتمالات عودة الأسرى سالمين إلى أحضان أهليهم. إلى تخطفين مخيم והזמן שעובר יקטין את מספר החטופים החיים. את זה צריך להבין. אם את זה אנחנו לא מבינים. ואני אומר דבר אחרון. מדינת ישראל לא תהיה אותה מדינת ישראל אם יהיו לנו 130 רון הרדים. לא תהיה. זה יהיה משהו אחר. אמר רונן, ואני מסכים ב-100%. הסתכלו עלינו ויגידו, רגע, זה מה שאתם שווים? תודה רבה. אני מדבר על הצעירים שלנו. اكتشفها بعد اكتر من شهرين ونص ابن سلطح ملطح. ما علينا، الجديد النهاردة في حركة الملاحة في البحر الاحمر انها تكاد تكون توقفت بشكل كامل، وده بيأثر على حاجتين: قناة السويس وجيش الاحتلال واراضينا المحتلة. الجديد شركة ميرسك، واحدة من اكبر الشركات اللي لم تكن اكبرهم في العالم، ناقلة للحاويات، أعلنت رسميا لكل سفنها منع وتوقف الإبحار في البحر الأحمر إلى إشعار آخر. وده نتيجة إيه يا واد يا مزيكا؟ ده نتيجة مدعبات الحوثيين عند باب المندب حقيقة. فالدنيا مقلوبة هناك. أنا امبارح وريتك الخرائط بتاعت ميناء إيلات، ما فيهوش سفينة توحد ربك، ومعلش عدي بتاعت توحد ربك دي. الجديد إن الحوثيين استهدفوا سفنتين جداد، MSC ألانيا و-MSC بلاتينيوم 3، مرضوش يسمعوا التعليمات، ضربوا عليهم صاروخين. السفن طبقا لمصادر غربية تضرروا بشدة، وفي سفينة تالتة قاموا جروها محدش عارف هي راحت فين. أمريكا تعيد التجديد على تكوين تحالف دولي لضمان حرية الملاحة. وأزمة أمريكا عايز أقولك مع الحوثيين فين بقى؟ ان الحوثيين دول امريكا مش عارفة تلعبهم، يعني لا عارفة تعمل عليهم عقوبات زي ايران، ايران المستخبية وراء مناوشات الحوثيين وحزب الله، واخد بالك؟ لا عارفة تعمل عقوبات زي ايران، ولا عارفة تعمل عليهم ضرائب ولا اغراق ولا مصادرة رصيدهم في الخارج. الحوثيين جماعة مسلحة، تتعامل معاهم ازاي؟ مفيش غير المواجهة. الحوثيين يرتكنون الى طبيعة التضاريس الحقيقة القاسية جدا اللي موجودة في اليمن. مصر دفعت اكتر من 10,000 من خيرة ابنائها نتيجة بطل معركة وبطل الولا حاج في الستينات، فاكرين طبعا حضراتكم. فامريكا حقيقة خياراتها محدودة جدا في التعامل مع الحوثيين، لا عارفة تحاصرهم دوليا ولا عارفة تستخدم معهم انه السويفت زي ما استخدمت مع روسيا، ولا تصدر طياراتهم، ما عندهمش حاجة غير السلاح اللي في ايديهم. لكن المقاومة عن طريق ابو عبيدة بتطالب وتجدد النداء للشعوب العربية والشعوب الاسلامية بالاضراب ووصلة التظاهر ورفض هذا الاجرام الاسرائيلي. حقيقة خطوة يعني طالما نادت بيها المقاومة في خطاباتها، وللأسف الشديد الحراك الشعب العربي بيضعف وترته شيئا فشيئا، بيختلف تماما عن الحراك الغربي. يمكن المقاطعة هي أكتر ورقة لعبتها الشعوب العربية، لكنها تبقى ورقة غير كافية على الإطلاق إلى إشعار آخر: لا غالب إلا الله.